هذا البرنامج من إنتاج النهار نور. جوه كلام الناس حكايات دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية في يوم تجمعنا نطلع منها بحكمة ومعنى، ونفيد العقل اللي سمعنا وندور على الخير بالذات. ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش بايدين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش بايدين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. جوه حياتها. هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وكلام الناس. زي ما تعودنا كل يوم بنبدأ مع آية من القرآن الكريم وبنشوف رسالة ربنا لينا من الآية دي إيه. الآية اللي معانا النهاردة هي الآية رقم 67 في سورة غافر. ربنا عز وجل بيقول فيها: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ركزوا في معنى الآية، ربنا عز وجل بيلخص لنا حياة كل واحد فينا بتبدأ منين وإيه الأطوار اللي بتعدي فيها وبتنتهي فين. وربنا في نهاية الآية يعني قال لنا: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا تخرج من بطن والدتك ثم لتبلغوا أشدكم، بعد كده تبلغوا الأشد بقى ومرحلة الشباب والقوة، ثم لتكونوا شيوخا اللي هي مرحلة ان انت تكبر، سواء نضجت بقى في مرحلة الكبر دي ام لم تنضج لكن انت المفروض كبرت، ثم لتكونوا شيوخا اللي هو اخر مرحلة في عمرك ان انت تبقى شيخ كبير، ومنكم من يتوفى من قبل. يعني مش لازم كل واحد فينا يوصل للمراحل دي كلها لا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى، يعني كل واحد فيكم هيبلغ الأجل أو العمر اللي ربنا عز وجل قدره لي، ولعلكم تعقلون يعني تعقلوا وتتفكروا وتفهموا الغاية من إن ربنا عز وجل إدى لكل واحد فيكم عمر معين ثم المراحل دي كلها. طيب، موضوع حلقتنا النهاردة أساسا يعني بيتكلم في جزء كبير منه الآية دي بتلخصه، وأنا عايز ألفت نظر حضراتكم لحاجة. إن يعني أنا بقالي كذا يوم وإحنا بنحاول نطلع موضوع الحلقة وبنجهزه، وبعد ما بنجهز وبنعمل كل ده فبنقول ماشي إحنا قايلين ومتفقين إن إحنا نبدأ بآية من القرآن الكريم، فكل لما نحضر موضوع أجي أقعد أقول كده طب ما فكر في آية من القرآن الكريم بتتكلم في الموضوع ده، فسبحان الله ألاقي فعلا إن في آية بتتكلم في الموضوع ده وبتفصله وبتشرحه. رسالة لكل واحد فينا إن القرآن في ما يكفينا، في كل حاجة تقدر تنظم لنا أمور حياتنا، وتكلمنا في كل مراحل حياتنا وفي كل اللي إحنا محتاجينه هنلاقيه في القرآن، بس إحنا نرجع للقرآن ونتدبره تاني ونقرأه بغرض فهمه وتطبيقه في حياتنا. طيب، موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن مشكلة يمكن بيعاني منها الراجل الشرقي بشكل خاص أو الرجالة بشكل عام، وهي مرحلة منتصف العمر أو اللي بيسموها المراهقة المتأخرة. طبقا للإحصائيات مرحلة المراهقة المتأخرة دي المفروض أنها بتبدأ تقريبا من سن 35 ولحد سن 50، وفي الغالب هي بتظهر أكتر في مرحلة الخمسينيات اللي هو الراجل فيها بيبقى وصل ان الكرش طلع وبدأ يظهر شعر ابيض او صلع شوية، الوزن زايد، اليوم بتاعه كله بيمر في ايه، بيصحى من النوم ياكل ويشرب ويروح شغله يرجع ينام يصحى تاني وهكذا، يعني هي الحياة بقت روتينية. فالراجل يقف ويقول الله انا ايه اللي بيحصل لي ده، انا فين، هو انا كده يعني عمري عدى بالسرعة دي، انا ملحقتش اعيش، انا شبابي راح، انا
فيبتدي يحس بلخبطة ويحس ان فعلا قطر الحياة عدى بيه، فيبتدي يفكر ويقول اه طب ما انا من حقي اتجوز، انا من حقي مثلا، ممكن يتجه بقى اتجاهات تانية، مثلا يصبغ شعره، يحاول يروح جيم، حاجات زي كده، كلها حاجات انا يعني مش بننتقد اللي بيعمل ده، ولكن لازم ننظر للمرحلة دي بنظرة يعني موضوعية، لازم نقيمها ونعرف ان التصرف الافضل واحنا في المرحلة دي يكون ايه. ولو رجعنا للقرآن وبصينا على الخطوات اللي ربنا عز وجل او المراحل اللي ربنا لخصها لنا في حياة كل واحد فينا، وركز ان انت كل حاجة من حياتك هي مرحلة، انت بتعدي من مرحلة لمرحلة، كل واحدة فيهم فيها حلو وفيها بعض السلبيات اللي تقدر تتغلب عليها. وجهة نظري بان انت تكون على اتصال بربنا، يعني لو انت طفل اهلك معودينك مثلا على الصلاة فهتبقى، او اقصد على القرب من ربنا، فهتبقى عايش الطفولة بشكل حلو، ثم في الشباب هكذا، ثم لما تكبر هتحس ان انت في حياتك اه طب وماله، ما انا عادي، حتى لو ايه هموت يعني ايه المشكلة، ما انا الحمد لله بصلي وبصوم وبعمل كل حاجة ومستعد. فانا شايف ان المشاكل اللي بتحصل في السن ده وجهة نظري قد تكون صح قد تكون خطأ، واحنا هنناقش الموضوع بشكل عام، بس وجهة نظري ان كتير مننا مش بيبقى مركز في الموضوع بشكل ديني، او الحتة الدينية مش عالية عنده في الموضوع ده، فلما ما عليتش يبتدي يحس بالمفاجأة، ايه ده فانا ما عشتش حياتي. لا، انت عايش حياتك وكمل، وان شاء الله احنا النهاردة هنحاول ندي زي روشتة او يعني تقييم للسن ده، والمفروض ان احنا نتصرف فيه ازاي، والمفروض غيرنا يتصرف معانا ازاي واحنا في السن ده. ربنا يدينا كلنا الصحة والبركة في العمر. طيب، هو ده موضوع حلقتنا بس معاكم النهاردة. لا، ان شاء الله هيكون معانا كمان فقرة هنتكلم فيها عن التكنولوجيا، وهنقول ان ازاي التكنولوجيا تبقى يعني سلاح. احنا عارفين التكنولوجيا او اي حاجة في الدنيا سلاح ذو حدين، احنا هنتكلم ازاي نحولها لحاجة ايجابية في حياتنا، وازاي يكون تأثيرها ايجابي على كل اسرة من الاسر المصرية، ما تبقاش يعني هي شيء سلبي او بيفرقنا او وخلافه. طيب، زي ما تعودنا كل يوم احنا بنبدأ مع فقرة الاخبار، تعالوا نبدأ النهاردة ونشوف اول خبر خاص بالحج. 23 أغسطس أول رحلات حجاج الجمعيات الأهلية المتجهة للمدينة المنورة، وآخر فوج هيكون 1 سبتمبر إن شاء الله. يا رب كل الصحة والسلامة لحجاجنا، ويروحوا يرجعوا بألف سلامة. طيب، ندخل على الخبر اللي بعد كده. وزارة التربية والتعليم أصدرت تصريح بتنفي فيه ما أثير أو ما قيل عن النية لتأجيل العام الدراسي 2016-2017، وأصدرت بيان واضح وقالت إن الدراسة مش هتتأخر، وإن أول يوم في الدراسة هيكون 24 سبتمبر، وأشارت الوزارة إنها بتستعد حاليا للعام الجديد عن طريق طباعة الكتب وتجهيز المدارس. طيب، ندخل بعد كده على خبر من وزارة التموين. كمان وزارة التموين بتنفي ما أثير حول زيادة أسعار السكر والأرز بالمجمعات الاستهلاكية، وبتقول إن شاء الله الأسعار ثابتة، الناس ما تخافش، لأن دي إشاعات. كيلو السكر زي ما هو بخمسة جنيه، والأرز يبدأ من 4.5 جنيه، وعايزين يا رب كمان الأسعار تتخفض عن كده كمان شوية عشان خاطر الناس. طيب، ندخل على خبر بعد كده. يعني الناس اللي فاتوا او الوزارات اللي فاتت نفت، لا، الوزارة بقى وزارة الكهرباء بتقول ان في زيادة في اسعار الكهرباء، وان هيبتدي الدفع ده من فاتورة اغسطس. يعني في زيادة، الناس تجهز نفسها ان الكهرباء اسعارها زادت، يعني الناس رفع الدعم عنها جزئيا، يعني لسه في دعم على موضوع الكهرباء ولكن تم رفعه بشكل جزئي. والوزير قال ان حساب التعريفة الجديدة للكهرباء تأثر بسعر صرف الدولار، وقال ان مادام احنا بنشتري وقود بالدولار والمعدات نفسها والكلام ده كله مراكز التحكم، فهيزيد او هتزيد سعر الكهرباء على المواطنين. يعني مش عارف على اقول ايه، ولكن خلاص بقى الموضوع واقع او فرض علينا. اللي انت هنعمله احنا ان احنا نحاول نرشد الاستهلاك قدر المستطاع، والقائمين على يعني على كل وزارة في مصر القائمين على شؤون الناس قدر المستطاع نترفق برضو بالناس، لان الناس عندهم ما يكفيهم.
طيب النهاردة طبقا يعني للبورصة سجل متوسط سعر الدولار اليوم بأسواق الصرافة طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي 8.85 جنيه شراء و8.8 جنيه للبيع. ده طبعا في الصرافة اللي هم انت لو رحت لهم اسامي مش هيرضى يبيع لك دولار، حسب تصريحات البنك نفسه قال ان في امتناع من شركات الصرافة عن بيع العملة. اما السعر في السوق السوداء اللي هو السوق الموازي يعني 12.45 شراء و12.65 بيع. طيب لا تعليق. هندخل بعد كده طبعا احنا كنا كل يوم بنحاول نشوف اخبار يعني ابطالنا المصريين في الاولمبياد، يعني النتائج حتى الان كلها شويه سلبيه، لكن زي ما قلنا احنا هندعم الناس يعني اجتهدوا ووصلوا لحد المكان زي ده، فهم ناس مجتهده واشتغلوا على نفسهم وما استنوش دعم من حد. وبكرر تاني ما استنوش دعم من حد، احنا الحمد لله شطار قوي في ان احنا ندعم رياضات زي مثلا رياضة كرة القدم ونصرف فيها والدولة نفسها بتصرف فيها كتير جدا، لكن الرياضات اللي ابطالنا بيلعبوها دلوقتي يمكن اصلا كتير مننا ما يعني بيفاجأ باسم الرياضة، يعني بنفاجأ باسم الرياضة دي وهم أبطالنا بيلعبوها هناك، فاحنا يعني بنلتمس لهم العذر، ولكن طبعا بنحملهم ان هم ان شاء الله يعني يجتهدوا اكتر ويبذلوا اكتر، وهم ان شاء الله مش هيدخروا حاجة على مصر وعلى يعني ابناء وطنهم، وان شاء الله بإذن الله اكيد بإذن الله هيرجعوا لنا ولو بكم ميدالية كده ان شاء الله. طيب ندخل بعد كده على اخبار العالم الاسلامي، وخبر مفرح جدا، طفل نيجيري عنده 3 سنين اتم حفظ القرآن الكريم. رسالة لكل واحد فينا، للناس اللي مقصرة والناس اللي بتقول يعني انا هقدر احفظ، يعني هو انا ده الموضوع صعب؟ لا لا، الموضوع مش صعب ولا حاجة، هو الموضوع ارادة، وكمان إرادة من أهل الطفل ومن الأهل بشكل عام. إحنا لو عندنا الإرادة شايفين الطفل قد إيه، والناس بيقولوا إن هو حفظ القرآن الكريم كاملا. اسمه محمد شمس الدين عليو. أشارت جريدة بولسا النيجيرية أن هذا الإنجاز النادر هو ثمرة تعليمه في مدرسة بروفيسور أنجو عبد الله الدولية في مدينة زاريا النيجيرية. طبعا يعني كل التحية ليه، كل التحية لأهله، كل التحية للمدرسة اللي كان بيتعلم فيها. يا رب نقتدي بالناس دي في المنطقة دي بالذات، يا رب كل أسرة تركز ويكون عندها هدف ان انا ابني لازم يحفظ القرآن. وانا بقول لك والله الموضوع ما صعب، والله ما صعب، هو بس عايز إرادة، واي حد يقدر يحفظ القرآن وهو في اي سن. ممكن لما السن يتقدم بيك شوية يبقى الموضوع يعني قدر يعني ايه حاجه صعب وبشكل بسيط خالص، ولكن الموضوع متاح، وربنا عز وجل قال ايه، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. وهي الدعوه مش للحفظ بس، احنا الدعوه كمان عندنا في برنامجنا زي ما بنقول لقراءه القران، ولكن بتدبر وبفهم، عايزين نرجع لكتاب ربنا تاني، لانه هو الحل لاي حاجه احنا بنعاني منها هتكون ان شاء الله موجوده في كتاب ربنا. ندخل بعد كده على حدث في مثل هذا اليوم 9 أغسطس عام 2000 وفاة محمد فؤاد سراج الدين. وأنا هقول لكم بعض من أعمال الراجل ده. هو أولا كان وكيل للنادي الأهلي في الأربعينيات، وأصدر قوانين العمال عام 1943، وأصدر قانون تنظيم هيئات الشرطة، وهو صاحب عيد الشرطة، وأمم البنك الأهلي الإنجليزي وحوله البنك مركزي، أصدر قانون الكسب غير المشروع، نقل أرصدة من الذهب من الولايات المتحدة إلى مصر، مول حركة الفدائيين في منطقة القناة بالمال والسلاح في الفترة من 1951 إلى 25 يناير 1952. يعني نعد ونعد من إنجازات الراجل ده الله يرحمه ويجزي خير على الأعمال اللي هو عملها. ومصر طبعا حافلة بالعظماء وستظل حافلة بأبنائها العظماء واللي بيسجلوا في التاريخ. إن شاء الله نروح لفاصل ونكمل فقرات حلقتنا، خليكم معنا بعد الفاصل.
اهلا بيكم مره تانية. بنتكلم عن التكنولوجيا وازاي نستخدمها بشكل ايجابي في حياتنا، ومنورنا الباشمهندس وليد عبد المقصود استشاري امن المعلومات. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا مهندس، منورنا. بنورك، كله تمام النهارده الحمد لله، كله زي الفل. حاجه كده مهمه هتدينا النهارده نصايح كويسه ان شاء الله، ومحضر لنا كمان يعني حاجات باذن الله خاصه للبرنامج كده. تمام. طيب عايزين نبدا بس في الاول نتكلم، اي حد مثلا ولد بنت او راجل او ست بيبقى بيستخدم التكنولوجيا بشكل كبير، بعد كده بيتجوز بيخلف ولاده عايزين يستخدموا التكنولوجيا، هو بيبقى شايف مضار الموضوع وسلبيات و فبيبقى مش عارف يعمل ايه مع اولاده، يحافظ ازاي، ازاي يضمن ان هم هيستخدموا التكنولوجيا بالشكل الايجابي. صحيح، بنسميه احنا في تخصصنا الديجيتال جاب اللي هو الفجوه الرقميه. في جيلين كبار جدا، الجيل الكبير اللي هو الاب والام والابن الصغير اللي هو بقى متفوق عن والده ووالدته في التكنولوجي. احنا الاول كان يقول لك ايه في النصائح، يقول لك الكمبيوتر بتاع ابنك ما تخلوش جوه، طلعه بره في الصاله في الريسبشن عشان تقدر تشوفه وتراقبه. دلوقتي انت ما تقدرش تعمل الكلام ده لان هو مش كمبيوتر، خلاص بقى ممكن يغطي بقى بالبطانيه ويمسك الموبايل ويعمل اللي هو عايزه. بالظبط، الموضوع اختلف. فاذا الثقافه بتتم ازاي ما بين الجيلين دول، في جاب، في فجوه كبيره ما بين الاثنين دول. طب انت شايف تحديدا النهارده عندك في كلام الناس قطاع التعليم، يعني مثلا مدرسه، موجه عام، رئيسه قسم، حاجه قيمه وقامه في المجتمع. لكن في بيتك للاسف في مجال التكنولوجيا انا عايزك تثقفي نفسك شويه، بنتك تخلي بالك منها ازاي. انت بتتكلم كمان الستات او ربات البيوت بشكل اساسي اكتر، لان هو ده العامل الرئيسي اللي هي طبعا هي بتبقى قاعده مع الاطفال اكتر او هي تقدر تتابعهم اكتر. انا بقول كده قطاع التعليم، لان انا واجهت كتير جدا مشاكل الفتره اللي فاتت، ان جالي فعلا مشاكل كتير منها ستات، طبعا سيدات عاملات في الايه في مجال التعليم. انا مش عارف اتعامل مع اولادي، انا مش عارف اعمل ايه في التليفون، ابن الصغير ده اعمل ايه في تليفونه. والمشكله زي ما انت بتقول يا باشمهندس كمان ان هم بقوا بيستخدموها افضل من اي حد كبير وبمراحل. يعني مظبوط هو كده. يعني لو انت اللي بتفكر مثلا هتقفل له ده ازاي، ده هو يعني عارف يفتح ويقفل ويعمل. صح. ده مثلا موبايل. اتفضل. خلاص، موبايل بشاشه كده كبيره وفي شاشه تاتش، مفيش زراير، على طول رايح لحاجه اسمها سمارت فون، هاتف ذكي. بالظبط. يبقى انت معاك سمارت فون وابنك معاه سمارت فون. طب شريحه من المجتمع ما بترضاش تجيب لابنها تليفون سمارت فون، ما تجيبش. طب واحنا عايزين نقول له يا يعني واكب التطور، العب، اتعلم. طب انتوا تعرفوا ان السمارت فون ده مثلا النهارده في كلام الناس لو فتحنا اللوك بتاعنا كده وطلبنا الكود، الباسورد، انا هلاقي البروفايل بتاعي، شخصيتي كلها والصفحه بتاعتي واستخداماتي، انا منزل الفيسبوك مثلا ووائل. خليها ثبتها كده الكاميرا تبص عليها. ده كده دي برامج الموبايل، شوف قد ايه برامج كتيره جدا. دي برامج وفي العاب ووائل اخره. طب انا لو اديت التليفون لابني وانا هخليه يلعب لعبه معينه، انا مش هفضل مراقباه على طول. فممكن يدخل على اي حاجه تانية. مشكله جت لنا ان ولد صغير دخل على الجاليري على الصور وضغط على صوره مامته والناس اللي في البيت، عمل شير ليها على الفيسبوك. دي تبقى مشكله طبعا، مشكله كبيره. صح طبعا. طيب نقفل بقى اللوك وافتح اللوك تاني. بدل ما ارفع كده وافتح الكود، لا ادخل من هنا من السهم من اليمين للشمال كده. حاجه اسمها كيدز كورنر، ركن الاطفال. يعني انت تبقى عامل جزء على الموبايل بتاعك مخصصه للطفل. للطفل. يعني انا كده كل ام معاكي سمارت فون، تعالي بقى نتدرب بقى. طب افتح لنا كده الكيدز كورنر عندك في عامل فيه. شفت انت قبل كده الاول انا عندي ايه برامج كتير، فيسبوك وحاجات. طب افتح كده بنفس الكود اللي عندي. افتح كده واضرب الكود. ايه اللي ظهر؟ مجموعه جيمز. انا اخترتها. ان كان خليك مثبته للكاميرا زي ما هي، لعبه معينه، العاب. ثبته بس، ثبته. العاب اللي هو مثلا زي صابوي اللي هو الطفل اللي بيجري عند القطر، وعندك هنا اللعبه بتاعت التعبان، كاندي كراش والى اخره. انا بختار. طب الطفل لو ضغط هنا في السيرش ما يحصلش حاجه، لو ضغط هنا في الهوم ما يحصلش حاجه. طب حب ينزل هنا عشان يفتح الانترنت او يقفل الانترنت، مفيش كده. انا اتحكمت في طفلي وفي نفس الوقت ما خليتوش يعيط. يعني لو طفلي عايز يستخدم الموبايل بتاعي. أيوة. دي فكره جديده اهي الباشمهندس بيديها لنا، ان احنا هعمل جزء من الموبايل بتاعنا مخصصه للطفل وبس، يعني وفقط، اللي هو يعني هعمل حاجه ان انا اول ما افتحه واديله الموبايل هو مش هينفع يتحكم غير في كام حاجه اللي هي الجيمز. فطبعا حاجه مفيده جدا. طبعا انا عندي هنا دي ازاي بنعملها بقى يا باشمهندس؟ انا بدخل دلوقتي على القائمه دي في اي موبايل. هنا بقى في انظمه التشغيل. كل الموبايل او الموبايلات اللي موجوده حاجه اسمها سمارت فون، هاتف ذكي، بياخد ابلكيشن ذكيه. انا عندي هنا ده جهاز وليكن ويندوز فون، ده نظام التشغيل. انا معايا موبايل فيه علامه كده من ورا اللي هي التفاحه، يبقى اي او اس. عندي موبايل تاني
في نظام تشغيل اسمه اندرويد ولا الاندرويد. يعني ده كده علامه ايه؟ الاندرويد. الاندرويد انت عارف نظام الاندرويد اللي هو الانسان الالي اللي هو باللون الاخضر للناس البسيطه. احنا كده بنبسط للناس عشان يكونوا فاهمين الفرق بين ده وده. بالظبط. فانا عندي ويندوز فون، عندي اي او اس، عندي اندرويد. كل نظام تشغيل ليه طريقه اعمل حاجه اسمها الكيدز كورنر او ركن الاطفال. طب ليه؟ شريحه من المجتمع ما بترضاش تجيب لاولادها الصغيرين موبايل. موبايل. فانت عايزه تخليه يستخدم تليفونك انت، فلازم تعمل ايه؟ الخاصيه دي. فعشان وهو بيستخدمه زي ما انت بتقول كده ما يدخلش على حاجه مثلا غلط، ما يعملش شير لحاجه، ما يتصلش بحد، يعني بنوع كلنا في المواقف دي. مظبوط. فهيقول لنا دلوقتي الباشمهندس والناس تركز يعني ويعرفوا الخطوات دي. انا لو دخلت على السيتنجز على الاعدادات انجلش او عربي، في السيتنجز بلاقي في حاجه اسمها سيستم، نظام الجهاز. بدخل على نظام الجهاز بلاقي حاجه اسمها الكيدز كورنر، هنا تيرن اون وتيرن اوف. هو اصلا اوف عند كل الناس مطفي، انا اخليه اون اشغله. بعد ما اشغل الكيدز كورنر ادخل على الاب او الابز، اختصار لابلكيشنز اللي هي التطبيقات. التطبيقات ابز كورنر، ركن التطبيقات، ادخل عليها وابدا اضيف ابلكيشنز تطبيقات. كم صوره احط؟ كم صوره؟ فيديو معين لو عايز ابني اوريه فيديو معين، مش كل الفيديوهات اللي عندي. حلوه؟ حلو جدا. طيب ده حلو جدا. لا ده طبعا حلو جدا. انت رائع. عندك 100 فيديو. انت كنا في الساحل مثلا، كنا في الاجازه جميله والكلام ده، فانا ابني الصغير صورت صوره حلوه او فيديو، انا عايز اخليه يشوف صورته بس ما يشوفش حاجات ثانيه. فالكيدز كورنر ده مهم جدا. ده حلو جدا جدا. طيب ندخل على حاجه ثانيه بقى مهمه. دي كده في الويندوز ده ولا في الويندوز. وفي كله يعني في الويندوز فون والاي او اس والاندرويد. والاندرويد ده كأنظمة على الموبايل والتابلت. يبقى بندخل على سيستم. سيستم. وبعد كده الكيدز كورنر اون واوف، اخليه اون. اخليه اون. وبعد كده ادخل على الاوبشن اللي تحت، حاجة اسمها الكيدز ابز. ماشي. اضيف بقى. اقعد اقول ايه الحاجات اللي انا عايزه ممكن يشوفها بحطها له. وهنا بالضبط. وهنا يا باشمهندس هو ما يقدرش مثلا يتصل او ما يقدرش يبعت مسج. بص يا مهند اهو الصورة اهي. اهي الصورة اهي. انا بدخل على ابز كده. قال لي بقى سيلكت ايه بقى؟ انت هتسيلكت مين؟ هتحدد مين؟ انا عايز احدد دي الابس اللي عايز احدد دي وادوس علامه صح. يظهر عندي في القائمه الثانيه اللي هي الكيدز كورنر، ركن الاطفال عربي او انجلش. رائعه. حلو جدا. طيب انا مش هقول رائعه، انت اللي تقول حلوه. لا ده رائعه. طيب. جدا وجميله. طيب. جدا واللي عاجبني في الموضوع كمان ان انت زي ما بتقول بدل ما هو يتصل بحد غلط، بدل ما يعمل شير لحاجه غلط. خلاص. بدل ما يدخلنا. طب دي شريحه من المجتمع. تعال ندخل بقى على شريحه ثانيه. مين هم؟ الاب والام اللي ارتضوا يجيبوا لاولادهم الصغيرين سمارت فون. الخطر بقى هنا بقى. طب بالراحه خلينا ننقل خطوه خطوه. احنا اول خطوه اللي قلناها دي للناس اللي بتخلي اطفالها يستخدموا السمارت فون بتاعهم. أيوة. احنا ادينا لهم الموضوع بشكل بسيط، والناس برضو ان شاء الله احنا هننزل ده على صفحه النهار نور. الفيديوز دي كلها تتقطع باذن الله على صفحه النهار نور. يعني كل حاجه، كل خطوه وازاي تعملها. ويهمني كمان هاشتاج كلام الناس. كلام الناس. هاشتاج كلام الناس اللي احنا قلناه دلوقتي ممكن نوضحه اكتر لو حد عنده اي استفسار. طب زي الفل. يعني الناس برضو يتابعونا ان شاء الله ويسالوا. الباشمهندس جاهز يجاوب معانا اول تليفون. اتفضل. ايمان السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. في الاول بس انا حابه اشكركم على البرنامج الجميل ده، احنا متابعينكم من ايام رمضان ويا رب دايما كده في نجاح. ربنا يخليك يا رب. لو سمحت انا عندي بنتي عندها 3 سنين. عندي مشكله بقى، هي من اول ما بتصحى من النوم لحد ما بتنام بالليل طول النهار قاعده على التاب. طول اليوم ما اسمعلهاش صوت لو التاب معاها، وحاولت كذا مره بصراحه ان اخبيه منها. مش عايزاها تفضل طول النهار ماسكاه كده، اشغلها مثلا بلعبه، بخروجه، باي حاجه، بس للاسف هي مرتبطه بيه جدا. 3 سنين. 3 سنين. تقعد بقى تشغل كرتون، تشغل اغاني، ممكن تدخل على الفيس بتاعي مثلا وتشير حاجات وانا مش واخده بالي. فحاولت كتير بصراحه ان انا امنعها عنه واخبيه منها وكده، بس بالعكس بتفضل تعيط طول اليوم وتزن، ما تسكتش غير لما اطلعه لها تاني. فيا ريت بس لو في طريقه او اي حاجه اعرف اتعامل بيها معاها. عايزه انسيها الموضوع ده بصراحه، مش عايزاها تبقى طول اليوم كده ماسكاه من اول ما تصحى لحد ما تنام. طيب. وكمان هنحاول للباشمهندس يديكي نصايح ان انت ازاي برضو حتى لو هي هتستخدمه تبقي عامله حمايه للموضوع. بنشكرك. يعني انا ممكن مثلا ان تستخدمه مثلا خلال ساعه في اليوم او ساعه ونص، ساعتين مش اكتر، بس مش عايزاه تفضل طول اليوم كده معتمده عليه طول النهار. بنشكرك، نورتينا، شكرا جزيلا. شوف انا كمتخصص في مجال امن المعلومات ومكافحه الجرائم الالكترونيه والقانون الدولي للجريمه الالكترونيه، لكن عملت دراسات في عين شمس في 2009 وحدات في 2016. ساعتها كان في اطباء قالت لي لا احنا مش هنعمل اللي انت بتعمله ده، وفي ناس وافقت، فاللي وافقوا الحمد لله ظبطنا الدراسه دي كامله. علاقه الطفل بالموبايل
اللي كان عنده سنة وسنتين وثلاث سنين، لحد ما وصلت ان قلت على في الاعلام ان سنة اولى تكنولوجي ابنك او بنتك اللي عنده ثلاث سنين. يعني دي اول مرحلة في عالم التكنولوجيا هو فعلا مدرك هو بيعمل ايه. دي بتقولك بتقعد عليه طول اليوم مش كمان يعني. ما انا اقول لك بقى اللي عنده سنة واللي عنده سنتين التخوف كله من حاجة واحدة بس، الفم. خلي بالكم من الحتة دي، ان الطفل كل حاجة على بقه على طول على الفم، يفضل يقلب الموبايل لحد ما يوصل لسانه لسكة الشحن. فمن هنا سكة الشحن قريب من البطارية، والبطارية مصدر للطاقة. فالطاقة دي او الكهرباء البسيطة دي مع اللعاب بيحصل ايه؟ تفاعل. بالظبط. فالطفل بيستلذ فيفضل يسيل لعابه مع السوكت. خلي بالكم من المعلومة دي كويس جدا، نخلي بالنا من ال تمام. الثلاث سنين الاستاذ دلوقتي حاجة جميلة، بنتك دلوقتي عندها شغف وعندها فهم ودماغها دلوقتي يقظ من المؤثرات البصرية اللي موجودة على الموبايل، يبقى خليها، لكن يبقى في تقنين. انت بقى العامل النفسي بقى هنا، لو خدت بقى التليفون او الموبايل او التابلت من ابنك وفضل يعيط كتير ده غلط، لازم تقنعيه. هقول لك حل النهارده. تقنعها زي ثلاث سنين دي؟ لا انا هقول لك الحل ازاي. اتفضل. ازاي بقى؟ انت سمارت فون وابنك عاجبه ان الشاشه منوره كده، وعاجبه ان في حاجه اسمها انترنت، بيفتح اللي هو العلامه الحمراء دي وفيها مثلث مقلوب، يبقى ده حاجه اسمها اليوتيوب احنا كبرنا نعرفه. لكن هو لا، هو يلاقي ايه؟ صور جميله كده وافلام افلام كرتون او صور حاجات متحركه، ده مؤثر بصري. انا بفتح الجوجل بلاي وبكتب فاميلي سنتر، ده مركز العائله وحاجه سيفتي قوي، بيرشح لي برامج بنزلها على الموبايل. من خلال الابلكيشن ده بقول للموبايل في خلال ساعه اعمل تيرن اوف للواي فاي، في خلال ساعة وربع اطفي لي الشاشة. فابني الصغير بص بقى، انا عايز انزل تحت امسك الموبايل، ايه ده؟ ده مش عايز يفتح، في ايه؟ يقوم قافله باقتناع ويسيب الموبايل ويروح بقى يشتغل في حاجة تانية. الله ينور عليك. هو ده، قول تاني بقى اللي انت قلته تاني. اللي هو ندخل على جوجل ونكتب ايه؟ او بنتك يا وسيلة اتصلت دلوقتي، مهما تعملي هيحصل فيه شخصيه عدوانيه، يمسك التليفون بعد كده يكسره. الناس بتقول لك التليفون انا بخاف اسيبه لابني لان الموبايل ممكن يتكسر، ما انت غلط، انت اللي مش فاهم العمر 3 سنين ده يعني ايه، لان انت 3 سنين ما كانش معاك موبايل. بالظبط. فدلوقتي افتحوا جوجل بلاي اللي هو ده، علامه الشنطه، سوق بلاي او المتجر، بفتحه وبكتب حاجه اسمها فاميلي سنتر. فاميلي سنتر ده مركز العائله موجود وحمايه من البلاي ستور، احنا كعرب قليل لما نعرفه والاول مره اقوله في الاعلام، واظبط عن طريقه. فادخل من خلال فاميلي سنتر ده ادخل اقول ايه التحكم، انا عندي الواي فاي، الطفل الصغير بيشوف ان لما بيدخل في البلاي ستور وبيعمل سيت اب لبرنامج بيطلع للقائمه فبيلاقي العلامه لسه ابيض واسود جري، ما بقتش الوان. لو مامته، لو اللي عنده بس مقدره كلاميه ومامته تقول له خلاص، لا لسه الطفل الصغير يقول لك لسه، عارف ان لسه بيعمل داونلود او علامه التحميل اللي هي الدايره اللي بتكمل. تخيل ثلاث سنين. طبعا خلاص لازم نحترم طفلنا الصغير. بالظبط. انا اللي عجبني ان انت الفكره اللي بتقولها يعني مواكبه نقدر نتصرف بيها فعلا، وهو لما يلاقي ان الموضوع قفل منه لنفسه كده فخلاص المشكله مش عندنا. ظاهره صحيه ان ابنك او بنتك يمسك الموبايل يوم كامل، لان انت لو برضه في نفس السن هتحب حاجه زي كده. ده انت اكيد بتتفرج على حاجه تانية وبتحبيها او بتاكل اكله حلوه، فده حاجه نفسيه عندك. فالطفل لازم نعمل معاه ايه؟ ما تاخدش منه التليفون. وعجبني كلمة هو. انت بتقولها ان انزل لتفكيره او حس باللي هو حاسس بيه وتفكيره في السن ده، ان هو مش مستوعب كل اللي انت بتقوليه وبتعمليه والنهي والكلام ده كله. انا حاجتين، ادخل على الواي فاي اقفله بعد فترة معينة زمنية، وان انا اطفي الشاشة طول ما الشاشة مقفولة كده، خلاص هو عارف ان التليفون مفيش استجابة. هو في حاجة طب اسمها الرقابة الابوية او الرقابة رقابة الوالدين؟ انا في حتة حساسة قوي. بص الرقابة الابوية دي انا محدش يقدر يسالني فيها في الاعلام لسبب. لو قلت رقابه ابويه يبقى الست هتراقب جوزها. رقابه الزوجيه دي ما هيحصل ايه بقى؟ ما انا اللي خلاني دلوقتي لو انا موبايلك او اديت موبايلك الثاني اللي هو بتاع ابنك بحساب جوجل وخليت انزل برامج وتصفح الانترنت والكلام ده فوق الخمس سنين لحد 8 سنين لحد 13 سنه، وبعد كده خدت منه التليفون وهو نايم، ادخلي على المتصفح اسمه www.google.com/history، تاريخ تحركات الجهاز، يقول لك بقى دخلت على موقع ايه، عملت ايه، سويت ايه. فدي رقابه ابويه تاني بصوبة. مره كمان تاني. عشان برضو الناس لو تكتب وتركز. او التابلت بتاع ابنك معاه وحطيتي ايميلك او مع اي حد بقى مثلا فبندخل على www.google.com/history اللي هو التاريخ بتاع تحركات الايميل، عمل ايه، يقول لك عمل داونلود لبرامج معينه، دخل على صفحات معينه والى اخره، حتى الموقع الاباحيه بتبان.
يعني ده كده يبين لي ان دي حاجة موبايلي بسيطة. في الفترة دي كان بيحصل ايه فيه. ده الرقابة عن طريق الايميل، في رقابة عن طريق او اختراق او تجسس ما بين طرفين عن طريق الابليكيشن، ان انا الام تنزل برنامج للموبايل وتفعل خاصية الجي بي اس وتسيب الموبايل في شنطة ابنها في مدرسة، تعرف تحركاته هو موجود في المدرسة ولا لا، وتبرمج البرنامج ان هو لو اتحرك من الاريا دي او المنطقة دي يديها يتصل الارم عليها ان هو ولا يديها انذار معين فتعرف. دي حاجات مهمة. ده تاني دي برضه. تاني هنزل ابلكيشن على الموبايل بتاع ابني ويكون في وسيط بيني وبينه الجيميل او اللي هو الايميل، وهي من الموبايل بتاعها بتعمل كنترول او تراكنج تتبع للموبايل التاني، للموبايل التاني اللي ده هو الجهة بتاعها برضه. المستهدفة. تمام، الكلام ده ممكن الزوجة تعمله، طبعا في تقنيات اعلى من كده بكتير لكن ما نقولهاش، لكن الطفل نستخدم بس عن طريق الايميل. طب حلو، يعني احنا برضو النصائح اللي بنقولها، بص كل حاجة في الدنيا سلاح ذو حدين زي ما بالظبط. قلنا، ايوه احنا بنتكلم في الشق اللي نقدر نستخدمه في تربية اولادنا والمحافظة عليهم بشكل سليم. الباشمهندس بيدينا النصائح دي بشكل مبسط مبسط علشان احنا فكرة المنع والكبت والحرمان وكل الكلام ده خلاص، يعني طيب احنا انا عندي اليوتيوب كل مبقاش نعمل فيه حاجة. يعني للاسف شريحه مجتمع كبيره جدا تسيب التليفون في ايد ابنها وتفتح اليوتيوب عشان يجيب فيديوهات، فطبعا الام او اخته الكبيره او اخوه الكبير يحط له مثلا كرتون معين، فالجوجل في خوارزميات الجوريزم كده شغل برمجه ان يجيب لك حاجات مشابهه للكرتون ده، فالطفل بيشوف على القائمه اللي جنب ترشيحات من جوجل او من فيبتدي يوتيوب ترشيح يوديه فيبدا الترشيح يضغط يضغط يضغط. طب افرض دلوقتي فيديو رقص ظهر في النص او حاجه غير لائقه نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ فالنصيحه بقى، النصيحه ان انا ما ادخلش ابني على اليوتيوب الا من خلال الايميل، ادخل ايميل بتاعي اللي هو الجيميل وادخل على الاوبشن الخاص باليوتيوب واخليه ادلت للبالغين، ادخل من ادلت للبالغين اقول ان انا في عندي كيدز عندي اطفال في الاوبشن، فيفلتر لي المحتوى اللي بيظهر، فأي حاجة غير لائقة ما تظهرش قدامه. ده حلو، دي تاني برضو معلش يا باشمهندس احنا مهم. بنتعبك بس عشان لا. الناس ايه المعلومات بتعدي كده خطف، فنقولها لهم مرة كمان عشان الناس برضو تستوعب. أنا دلوقتي لو ابني مدمن يوتيوب، يوتيوب لأن في ناس بتحب الألعاب، في ناس بتحب الفيديوهات كتير، مؤثر صوتي وبصري. واي معلش يعني أيوه. بقطع حضرتك بس اي حد من الاهل في الحته دي بيقعد يقول طب انا هسيبه على اليوتيوب ما هو في مضار و و و وخلافه، فهو الباشمهندس هيدينا نصيحه ان احنا نستخدم اليوتيوب ولكن نبقى ضامنين ان شاء الله ان ما فيش اي حاجه يعني غير لائقه تظهر بص قدام انا بقول لك الطفل. دلوقتي لعبه او اليوتيوب نفسه او الجوجل بلاي اللي هو السوق، ما بالك بقى موضوع المتصفح ده. انا بلوم بيه بقى مين بقى؟ توعيه الدوله نفسها، اي دوله، ان تقول انا ابني كيدز اطفال شيلدرن اطفال، لا اديله موبايل ببراوزر متصفح للاطفال. دي بقى من الاول ان احنا نبقى عاملين حاجه كده حاجه صح. لكده، فانا جوجل كروم فايرفوكس اوبرا ايه تاني سفاري، كل المتطوعات دي للناس البالغين، اطفالكم ما تدخلوش عليها بعد اذنكم. لو دخل عن طريق جوجل البحث بتاع جوجل او ياهو او بينج او اسك اي متصفح للبحث وكتب كلمه منها حروف هيجيب الموقع الاباحي او الصوره، فنخلي بالنا من خطوره مين؟ المتصفح. المتصفح عشان اامنه بعمل حاجتين مهمين جدا، بكتب في خانه البحث مصطلح اسمه برايفسي باد جير، برايفسي باد جير او اي دي بلوك بلس، الاثنين دول لو انا كتبتهم وضفت الاضافه من خلال المتصفح وظهر لي في المتصفح من فوق، بقى المتصفح الى حد ما تقريبا 73 او 80% امن. آمن يعني بدل ما ايه بقى اللي انا بعاني منه؟ ان انا ادخل على موقع يدخلني على موقع تاني. بالظبط. دي المشكله، هي شغل اعلانات وتجاري. من هنا ايه بقى؟ موضوع الاباحيه مهمه جدا لازم انا اقولها. ان موضوع الموبايل الاندرويد، ابنك لو معمول له جيل بريك او معمول له روت، جيل بريك للاي او اس يعني كسر حمايه، وروت للاندرويد يعني كسر حمايه. ليه الناس بتعمل كده؟ التجار والمستوردين او الناس اللي هي غير معتمده عشان يبيع لك تليفون بامكانيات اعلى وبقيمه اقل مش معتمد، او لعبه موجوده على الستور يوهمك انت كمستخدم اعمل كسر للحمايه عشان تاخد اوفر اعلى. فانت تاخدها خطوره يبقى الكلام كسر ده الحمايه ده يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه بقى؟ ينزل لك العاب فري مجانيه فيها تحت اعلانات في اخر اللعبه او من فوق شريط اعلاني فيها بورنو فيها اباحيه، فيدخلني على موقع اباحيه. فخطوره الجيل بريك والروت رجاء انا ما برشحوش لاي طفل طيب. نهائي. نعرفه ازاي؟ لازم اقوله لك. انزل على سريعا اللابتوب، بس انزل على اللابتوب او اللابتوب بتاعي او الكمبيوتر بتاعي كينجو روت او في روت، البرنامج ده لو وصلت بيه الموبايل هيقول لي كلمه روت او ريموف،
روت يبقى لز هعمله روت، يبقى خلاص التليفون سليم. يبقى هو ما عليهوش خلاص. لو ريموف للروت يبقى هو كان عندي، شيله الروت واعمله فورمات للموبايل. دي حاجه سريعه بس في وقتك كده. احنا بنشكرك، نورتنا النهارده، ويعني حاجات سريعه كده لكن ان شاء الله مفيده جدا الناس تحاول تعملها. احنا بنحاول نأمن الموضوع بشكل ما، او يعني نتغلب على فكره ان احنا خلاص مش هنقدر نمنع ومش هنقدر نحجب حاجه خلاص عنهم، بس ازاي ان احنا نظبط الموضوع ونبقى احنا كمان واعيين واخدين معلومات من الباشمهندس نحاول نوصل اعلى منهم. كلمه اخيره بس، اتفضل. المتصله اتصلت بينا دلوقتي على هاشتاج كلام الناس، احنا نقدر نجاوبها عشان ما تقولش احنا ما جاوبناهاش. طيب زي الفل. ولو حد عايز في خلال 24 ساعه بعد ما اسيب الاستوديو نقدر نجاوب ونقدر نبعت برامج للتخصص ده. طيب زي الفل. يبقى ابعتوا لنا ان شاء الله على صفحتنا على هاشتاج كلام الناس، وباذن الله الباشمهندس مشكورا هيجاوب باذن الله على اي حد عايز يسال. اشوفكم ان شاء الله بعد الفاصل. مرة تانية بنتكلم في الفقرة دي عن أزمة منتصف العمر، ومشرفنا ومنورنا دكتور محمد هاني، استشاري الاستشاري النفسي وخبير العلاقات الأسرية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا مهند، منورنا. بنورك دايما يا رب إن شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور. الله يخليك. الموضوع ده كبير ولا احنا اللي مكبرينه؟ بص، هو أي حاجة بتعوق حياة الإنسان أو بتأثر على الصحة النفسية للإنسان ليها حل، بس أكيد بتعمل بعض الاضطرابات النفسية للناس. النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع حلو معاك قوي النهاردة، أزمة منتصف العمر. ألا وهو بنسميه بمعنى تاني بالنسبة لعلم النفس، بنسميه مرحلة المراهقة المتأخرة. بالظبط. بس قبل ما أعرض مرحلة المراهقة المتأخرة، أنا عايز أتكلم في حاجة كويسة، نعرض للسادة المشاهدين المراحل العمرية لأي إنسان. طبعا الإنسان بيتولد كطفل، وبعد الطفل بيبدأ يخش في مرحلة المراهقة اللي هي المراهقة العادية دي طبعا، وبيكون فيها النضج أو البلوغ، وبعد كده بيخش في مرحلة الشباب، وبعد مرحلة الشباب بيخش في مرحلة الشيخوخة. لما نيجي نتكلم عن المراهقة المتأخرة، نسبة إصابتها للرجالة بنسبة 75%، بالنسبة للمرأة أو الستات عموما بنسبة بسيطة أو اللي هي 25%. في ناس كتير بتقول إن هي للرجالة بس، لكن هي بنسبة 75 أو 80% للرجالة، وبنسبة 20-25 للستات أو بالنسبة للمرأة. طب نمسك الموضوع في سن إيه بالظبط يا دكتور؟ يعني هو طبعا هو بالنسبة لتعريف المراهقة المتأخرة بالنسبة لعلم النفس، طبعا هي بتبدأ عند الرجال من بعد سن 40. ودايما يا مهند بتصيب الرجالة اللي هم ما عاشوش فترة المراهقة الأولى كويس. يعني إيه كويس؟ يعني كان قافل على نفسه، وما كانش فيه قصص حب أو رومانسية، ما كانش فيه اهتمام مثلا بلبسه، بشكله العام، بمظهره، فكان اللي هو كان مخطوف في الدنيا، أو كان إن هو مركز في حاجات تانية، شايف إن في حاجات أهم من الموضوع ده، أو كان يعني متربي في أسرة منغلقة جدا ومقفول عليه، وما كانش يقدر إن هو يعمل أي حاجة في أي وقت أو في أي مناسبة. فبالتالي بيرجع بعد سن الـ40 بيبدأ يفكر إن هو يستعيد، يعمل كامباك بقى، يقول ايه، انا ما عشتش مراهقتي، انا ما عشتش سني، ده صحابي من سني عايشين كذا وعملوا كذا، واللي سافر واللي راح واللي لبس واللي جه، انا ما عشتش سني. طب هو لما بيوصل للمرحله دي يا دكتور، ده كده بيبقى شيء صحي بان وصل للمرحله دي عشان هو ما عاش الموضوع ده في المراهقه العاديه، ولا كده دي ازمه يعني؟ بص، انا عايز اقول لك حاجه، وفي بعض الحاجات الخصائص او بعض الحاجات اللي نبدا لما بنشوف الشخص بيبدا يعملها نبدا نعرف ان دي مراهقه متاخره. طب كويس. نبدا اول حاجه ويركزوا الزوجات معانا في الحته دي بالظبط. ما احنا هنتكلم على قصه الزوجات ازاي تعرفوا ازاي. هنتكلم عن قصه الزوجات ازاي ان هي توفر المناخ المناسب وتوفر العلاقه الزوجيه الجميله اللي تقدر ان هي تحتوي جوزها، علاقه قائمه على الموده والرحمه والاهتمام، علاقه قائمه على الحب والرومانسيه والمشاعر واسترجاع الذكريات الجميله.
بس تكتشفوا الاول يعني الاول نكتشف وبعد كده هنبدا نستعيد الذكريات الجميله، عشان الحاجات دي كلها ممكن تسبب اضرار نفسيه للراجل، وممكن الاضرار النفسيه دي تاثر تنتقل من الراجل للمراه. تمام. مش ان هي يكون عندها مراهقه متاخره، لا، ان هي تتسبب وجود المراهقه المتاخره عنده ان هي تسبب مشاكل تاثر على العلاقه الزوجيه بينه وبين زوجته. نيجي نتكلم بالنسبه لبعض الخصائص للراجل اللي هو نحس او نعرف ان هو بقى عنده مراهقه متاخره. اول حاجه مهند، نبدا بعد سن ال40 كده الراجل بقى بيحس ان الموضوع او العمر ابتدى يجري، او ان هو ابتدى يكبر في السن. بيبدا بقى يهتم بنفسه، لو في جيم او حاجه بيبدا بقى جيم ويعمل مثلا فورمه كويسه. بيبدا يسترجع اللبس او الذكريات او اللبس اللي هو بتاع ما يليق، او مثلا في سن العشرينات هو دلوقتي معدي ال40 بيبدا يجيب اللبس ده من جديد، يقول لك انا صغير انا ما كبرتش. وسامحني يا دكتور انا بشوف حاجه مش عارف ده يعني، انت صحح لي، بعض مثلا الناس الكبيره يلبس المشجر، الحاجات اللي هي كانت ايام شبابهم. مش عارف، انا عايز اربط مع حضرتك بدي اللي حضرتك قلته، ان اللي كان بيحصل ايام شبابه هو بدا يرجع يلبسه يعني مثلا. ما هو ده دي الموضه. اقول لك حاجه بالزبط. كل حاجه قديمه كانت عندنا موجوده زمان ابتدت ترجع تاني، بس في صوره يقول لك ايه ده الفاشن الجديد. فالناس بتلبسها على اساس ان هي كده، والناس اللي هي دايما بتميل للالوان المبهجه زي الاحمر والمشجر والحاجات انت بتتكلم عليها، الناس دي عندها حب للحياه وعندها تفاؤل، وما بيركزش في سنه او ان هو وصل كام. ودايما تلاقي ان الناس من بعد سن ال60 ودايما بعد ما بيطلع من المعاش يبدا يعود للبس اللي هو اللي كان مفتقده. اللي كان مفتقده زمان، تلاقيه لابس مثلا تيشيرت اورنج على مثلا بنطلون كده، فبيعيد الذكريات دي لان هو مش عايز يحسب سنه او عايز يفكر في سنه، هو عايز يعيش ما تبقى من عمره بانبساط. فشايف ان اللبس او شايف ان الالوان المبهجه او شايف ان هو ينزل يتمشى شويه في الشارع او يكلم صديق او يخرج مع صديق، ان هو شايف كده ان هو بيحافظ على شبابه وما بيهتمش بسن. وبيقول لك العمر ما هو الا الروح. ما ممكن انسان يكون عنده 60 70 سنه بس روحه جميله جدا، وممكن يعيش دور شاب لسه عنده 30 او 35 سنه، وممكن شباب واحد عنده 30 35 سنه بس مقفول جدا ومنغلق جدا ومش قادر يستمتع بحياته نظرا لانه ماشي مهند على عادات وتقاليد مش عايز اغيرها. فهي دي اللي بتحطه بعد كده في مرحله المراهقه المتاخره او ازمه منتصف العمر. كل الانسان اي راجل بيخش في مرحله المراهقه المتاخره ده ما بيكونش عاش المراهقه بتاعته في مرحله ما بعد الطفوله خالص. طيب حضرتك قلت لنا اول حاجه هيبتدي يروح الجيم مثلا شويه، يهتم بنفسه، يصبغ شعره، لبسه جدا، يهتم بجسمه، لو مثلا دخن او عنده بعض الدفوهات يبدا يصلحها، يبدا عايز يستعيد ذكريات ان هو ممكن ينزل يتمشى ربع ساعه، يبدا يفكر ان هو ياكل اكل صحي، يبدا يفكر لو طلع له شعرتين بيض في دماغه او شويه شعر ابيض ينزعج ويتخض ويبدا يداريهم بالصبغه، لانه لسه شايف ان هو شباب ولسه شايف ان هو ما مش يعني ايه ما كبرش. طبعا بقى المشكله القائمه جدا، المشكله الخطيره جدا، ان ده بيأثر على العلاقه الزوجيه. طب ازاي بيأثر على العلاقه الزوجيه؟ الراجل لما بيعيش مرحله المراهقه المتاخره عايز يعيشها بكل مشتملاتها. يعني ايه؟ يعني هو كان في مرحله المراهقه الاولانيه ما كانش فيه ارتباطات او مشاعر او عواطف، ما كانش فيه حب، يعني بالبلدي كده بنقول ان هو ما عرفش بنات او ما كلمش او كان منغلق على نفسه، كان بيفكر ان هو يكون نفسه ويعيش ويتجوز او يشتغل او يسافر والقصه دي. بيبدا يفكر ان هو المشكله القائمه الاكبر ان هو يعمل علاقات ويكون علاقات عاطفيه. ليه؟ الراجل لما بيتعرف على واحده جديده على مراته بيبدا الـ الست دي بتعوض الجانب اللي مفتقده مع مراته. طبعا ان احنا بنتكلم ان اي علاقه زوجيه بتصل الى مرحله من الملل والفتور العاطفي، هكذا سنه الحياه. طبعا مش هنقدر نختلف وننكر. ليه؟ وصلوا مع بعض ان هم ايه متعودين بقى على شكل بعض، كل يوم في وش بعض، كل يوم بيكلموا بعض، فاكيد الواحد لازم يوصل لحاجه كده يقف شويه. فهو يقول انا عايز اجدد بقى، عايز يجدد، اجدد شبابي. فبيرجع بقى التجديد بكل المشتملات وبكل المحتويات. فبيبدا بيشوف ايه الشخص الثاني، الطرف اللي هو الثاني بيبدا يعمل له نوع من انواع الدعم. ازاي؟ ده انت لسه صغير، ده ايه الشياكه دي، ده ايه القميص اللون الجميل. فبيبدا الراجل بينه وبين نفسه يقول لك انا لسه مرغوب فيا، انا لسه صغير، انا لسه ما كبرتش. يعني هو عايز يحس ان هو لسه مرغوب فيه في ولسه ما حاجة. كبرش في كل ده، في كل شيء، ما مش لاقيه مثلا في الاسره او في وسط مثلا. انا بتكلم بقى ان دايما انا بتكلم ان العلاقه الزوجيه قلنا ان هي بتيجي توصل لمرحله في علاقه في ملل، في فتور، في ولاد، في اسره، في روتين، في ضغط، في ظروف حياه مهند. ما ده كله بيعمل نوع من انواع الحواجز وبيعمل نوع من انواع
المسافات البعيده شويه. طب احنا المفروض نعمل ايه عشان نتغلب على الملل ده؟ بالزبط. المفروض ان انت تستغل مرحله المراهقه دي في استرجاع الذكريات الجميله. يعني مثلا كنت بتخرج مع خطيبتك او مراتك في مكان معين، اخرج في المكان ده، افتكروا الذكريات الجميله، مثلا استرجع الحب مع مراتك، مثلا اعملوا حاجه جديده، غيروا ديكور الشقه، غيروا نظام الشقه، جددوا. لازم يكون عشان يتغلب على الملل وفاتور عاطفي، لازم يكون في ما بين الطرفين. ما ينفعش انا اكون متجوز وانا عايز اجدد وعايز اعمل حاجه جديده وعندي الطرف الثاني مش عايز. يعني افهم من كلام حضرتك كده ان فكره او ازمه او فكره ان انا وصول لمرحله المراهقه المتاخره او منتصف العمر او اي تسميه ليها، هو الموضوع مش ازمه لو انا ادارته بشكل صح، يعني عملت له اداره صحيحه. هو مش صحيح. ازمه جدا. انا بقول لاي حد يكون عندك طموح وتفائل وابتسم للحياه والبس وعيش سن اصغر من سنك وابتسم وقابل اي مشكله بصدر رحب، واعرف ان كل شيء في دنيتك باراده ربنا، ومش من حقك ان انت تلبس لبس اصغر من سنك، من حقك ان انت تخرج، من حقك ان انت تتفسح، من حقك ان انت تعمل اي حاجه، ولكن في حدود الطريق الخط المستقيم الصح. وفي حدود وكمان احترام الطرف الاخر بقى. اكيد احترام الطرف الاخر، علشان خاطر لما مرحله المراهقه المتاخره هي ليها ايجابيات وليها سلبيات. ايجابياتها ان الراجل شايف نفسه لسه صغير، مفيش مشكله، عادي البس واخرج وجدد من نفسك ونشط من حياتك، وحاول ان انت تستقبل عمر جديد من حياتك ببهجه، وعيش روحك ما تعيش سنك، دي حاجه كويسه جدا. بما ان سلبياتها ممكن تاثر على العلاقه الزوجيه، ممكن تاثر على حياتك الاسريه. طب بما ان حضرتك قلت ان يعني اللي بيعاني من فكره ازمه منتصف العمر دي الرجاله اكتر بنسبه 80%، فعايزين بقى نوجه الكلام شويه للست او للزوجه، ايه اللي هي المفروض تعمله لما تلاحظ الاعراض دي على جوزها ان هو خلاص بدا يرجع لشبابه وعايز يعيش ويلبس ويعمل الكلام ده؟ بص انا عايز اقول لك حاجه، احنا عايزين نقدم نصايح للست عموما. اقول لحضرتك بس معلش اقطعك بكلام الناس كده، هي الست اول ما بتلاقي جوزها بيعمل كده بتروح تقول له ايه يا راجل انت مخك فلت انت مش عارف ايه؟ لا والله لا، على ما اظن الاجيال الجديده ممكن الكلام ده ما يكونش موجود. ده في بعض الستات بتفرح ان جوزها كويس وشكله لائق قدام الناس، والناس بـ 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 يعني معترفه ان هو انسان شيك او انسان نظيف. في ستات بتفرح ليه؟ لان بيقول لك ان وراء كل رجل عظيم امراه. طبعا وراء كل امراه عظيمه رجل. طبعا انا لما اكون جاي لك ولابس متشيك فاكيد اللي ساعدني الاسره ان انا وصلت للمرحله دي. عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقول نصائح للست عموما، سواء بقى مرحله مراهقه متاخره او سواء لسه متجوزين او سواء بقالكوا فتره متجوزين، ازاي ان انت تتعاملي مع جوزك بالظبط، هي تعمل ايه؟ بص انا عايز اقول لك حاجه، اي علاقه زوجيه قائمه على مبدا الاحترام المتبادل والموده والرحمه. دلوقتي انا بتكلم على سبيل المثال، ممكن جوزي يكون راجع مثلا من الشغل عنده ضغط نفسي او متوتر او متعصب، عنده ظروف في الشغل. لو انت ما قدرتيش تخلي جوزك ان هو يرجع من الشغل يحكي لك، يبقى انت كده مش اديت رسالتك على اكمل وجه. لازم اول ما جوزك يخش لازم تكوني انت بالنسبه له مصدر سعاده. ودايما زي ما اتفقنا ان الست هي صاحبه التجديد والعاطفه المستمره. الست هو اللي عندها الجديد يا مهند، الراجل راجل. الست هي اللي عندها الانوثه، عندها الرقه، عندها المشاعر، عندها الاحاسيس. بس الست كده تقول لك انت بتيجي علينا احنا ليش؟ لا انا ما بجيش، ما انا زي ما بتكلم على الست عايز برضه ما هو يرجع برضه من الشغل، عايز يعني الراجل هو يقدرها. انا قاعده في البيت طول اليوم، هو فين؟ راجع لي من الشغل مش مركز اكيد هي انا بتكلم ان هي تقدر تستوعبه، تحتويه، يرجع يحكي لها على همومه ومشاكله، يقول لها حصل كذا كذا، يستشيرها في امور حياته، ما يكونش فيه مسافات وحواجز ما بينه وبين زوجته. يعني مثلا ممكن يحصل له بعض المواقف في الشغل او اضطرابات او نفسيه او بعض الامور المعقده ومراته ما تعرفش عنه حاجه، مراته في وادي وهو في وادي، يبقى دي مش اسمها علاقه زوجيه، يبقى دي اسمها اتنين صحاب عايشين في بيت مع بعض. يعني الانعزال بين الطرفين دي اول حاجه ممكن تخلي الزوج وقت ما يوصل للمرحله دي هيقول لا، ينحرف عن المسار الطبيعي. ليه؟ لان العلاقه دي لما بتكون مش متظبطه بتخلي في حاجه اسمها بعد في المسافات. انا ممكن يكون اي حد ما بينه وبين زوجته في مسافه صغيره، لما يكون في تدخلات خارجيه او بعض الحاجات خارج نطاق الخط المستقيم المسافات دي بتزيد، فتبدا العلاقه بقى يا مهند بتكون روتينيه جدا، ممله، ما فيهاش تجديد، ما فيش جديد في العلاقه. انا عايز اقول للناس كلها، اي اتنين متجوزين، استرجعوا الحب، استرجعوا الذكريات الجميله، حاولوا تعيشوا اي لحظه وتستغلوها بالسعاده. عايزك كده وانت داخل مهما لما يكون عندك من ضغوط او احمال ابتسم في وش زوجتك، لان لما تكون زوجتك مخنوقه وعندها بعض الضغوط اسمع لها،
لما تكون تعبان تعال على نفسك شويه واسمع لها. يبقى كده رساله في الاتجاهين. طبعا لازم رساله. ليه؟ لان العلاقه الزوجيه هي علاقه مشتركه ما بين طرفين. طيب احنا هنروح بس الفاصل ونرجع نكمل كلامنا في ازمه منتصف العمر، خليكم معانا بعد الفاصل. مكملين معاكم وبنتكلم عن أزمة منتصف العمر وبنحاول نشوف حلول واقعية موضوعية للموضوع ده، مش بس كلام وخلاص. كنا بنتكلم يا دكتور قبل الفاصل وحضرتك كنت بتدي نصايح للزوج وللزوجة. أكيد عشان ما نوصلش للمرحلة دي. يا مهند أنا وصلنا لمرحلة إن أغلب المشاكل الموجودة دلوقتي نوعين، المشاكل العاطفية والمشاكل الأسرية. لما نيجي كده الاتنين ندمجهم مع بعض هنلاقي إن لما يكون في علاقة زوجية والعاطفة بتغلب عليها هتلاقي ان المشاكل بتتحل ببساطة. فهمت وجهة النظر؟ يعني في اتصال مباشر ما بين المشاكل العاطفية والمشاكل الأسرية. لما يكون في أسرة ما عندهاش استقرار أسري يبقى أكيد بسبب ان مفيش حب، مفيش احتواء، مفيش مودة، مفيش رحمة، مفيش حوار متبادل، مفيش حوار متبادل. وزي ما أنا قلت ان الاتنين في كفة واحدة، لو واحد وقع من الكفة الجزء التاني انهدم. يبقى لازم احنا الاثنين نكمل المسيره مع بعض، لازم نسمع. اي نعم انا عارف والله ولا انكر ان ساعات العلاقه الزوجيه يغلبها الملل، ده طبيعي وده هي الدنيا، ممكن يكون في ظروف. طب يتصرفوا ازاي يا دكتور؟ يعملوا ايه في حاله الملل؟ يعني وصلوا لمرحله الملل دي بالفعل، يعملوا ايه بقى؟ يعني ياخدها ويخرجوا ولا؟ اكيد طبعا ولا في حاجات كتير. ولا يقعدوا يعني مثلا انا بتكلم حاجات بسيطه والله ويعني كويسه جدا. اولا لما يكون الاثنين قاعدين في مكان واحد، انت عارف بس كلمه الابتسامه، يعني الابتسامه لبعض ان هو بيكلمها بابتسامه او بيعرض حاجه عليها بابتسامه وهي بترد له نفس القصه، او ان هم يتعودوا ان هم يحلوا مشاكلهم في طابع من الهزار. يعني في مشكله عالقه دلوقتي فاحنا بنحل المشكله واحنا مبتسمين مع بعض. حلو. لا انت عملت، لا انت عملتي، لا 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 مش قايل، فتلاقي ان المشكله بتتحل في اطار فكاهي. وخليها كل مره على واحد، يعني اكمل مع حضرتك كده يعني مثلا ممكن كل واحد مره يفتح الهزار مره، يعني عادي. مثلا انا النهارده اللي افتح الهزار هي بكره تفتح الهزار عادي مفيش مشكله. يبقى لازم يكون ان احنا ناخد مشاكلنا، مش ناخدها بقى بنظام جامد او صرامه او حده. لا انا بكلمك، شوف دلوقتي انا مبتسم في وشك وانت مبتسم في وشي، اكيد هنتقابل سويا مع بعض في حاجه كويسه. انا عايز برضو الناس تاخد المشاكل دي ما بينهم من بعض بالفكاهه. اعرض مشكلتك مع مراتك وانت بتضحك، لا ده انت عملت كذا كذا كذا، واضحك. لا 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 ما انتش انت فاهم. لما تعرض الخطوات دي هي لو فيها حاجه هتيجي تقول لك وهتعرض برضه. وفي حاجه جميله جدا، ثقافه الاعتذار. لما الزوجه تعتذر لجوزها على ارتكاب خطا ده مش دليل لا يدل على ضعفها، والعكس صحيح. والعكس الراجل لما بيعتذر لزوجته على ارتكاب خطا لا يدل على ان انت انسان ضعيف، ده يدل على احترام متبادل، وانت كده بترفع من قيمتك قدام الطرف الاخر، قدام الطرف الاخر. طيب ده مش الحاجه الثانيه كمان، لازم يكون في مشاركه في كل حاجه. يعني ما يكونش الزوج عايش في 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 مجال والزوجه عايشه في وضع تاني. الاثنين لازم يسمعوا لبعض. الزوجه لو ما فضفضتش، لو مش حاكت، طب هتحكي لمين؟ هتحكي لواحده صاحبتها تضلها تعصيها عليك، تديها بعض المعلومات الخاطئه. طب ليه؟ طيب انت لما تيجي تحكي تروح تحكي لواحد صاحبك عن بيتك واسرتك، طب صاحبك ده هيقول لك ايه؟ انا عاجبني ان حضرتك بتدي حلول عمليه، مشاركه، نضحك في وش بعض، نهزر واحنا بنحل المشاكل، يعني كل دي حلول. تمام. لازم يكون الحته اللي باكد عليها جامده عشان دي بتبقى تعمل مشاكل كتير. انا بعرف رجاله مطلعين كل السكرت والاسرار بتاعت بيتهم لاصحابهم، بيبقى صاحبه قاعد معاه على القهوه وحكي له على كل التفاصيل بتاعت بيت. ده مراتي عملت، مصيبه مش مشكله. ايه 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 ده؟ ده مراتي عملت، ده مراتي قالت، ده خارجه، ده ايه الكلام ده؟ لا انت تسمع لزوجتك، احتويها واسمع لها احسن ما تقعد مع صديقه. في صديقه كويسه وفي 10 وحشين، ممكن ال10 الوحشين دول يضلوها عليك، وانت كمان ممكن اصدقائك دول يضلوك على زوجتك. اكيد طبعا، ما اكيد انت قاعد مع راجل فممكن زوجتك تكون ارتكبت معاك حاجه ممكن انت تتقبلها لانك انت عارف ان زوجتك من جوه هي على ايه، او عارف نيتها، بس ممكن تكون انفعلت او بررت الحوار. يعني كل واحد فينا ادرى بالطرف الاخر اللي مكمل معاه في الحياه. اكيد طيب طبعا، انا عايش معاك ومتعايش معاك، اكيد هعرف تفاصيلك. ناخد تليفون احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا احمد؟ ازيك يا استاذ مهند؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انا عايز اسال سؤال كده، يعني هو بخصوص ان احتواء المراه او الزوجه للزوج ما بيحصلش،
يعني ما هو يعني انا لو شفت مشكله عندي في البيت، انا مش متزوج، لكن انا لو اهلي، لو حكايات، ما فيش احتواء بالمعنى. يعني الستات ما عندهمش العقليه اللي هي تخليها تحتوي زوجها لدرجه اللي ممكن تعمل كده بدافع الغيره، ومش بدافع اللي هي خايفه لا تخسر حاجه. دي حاجه. تاني حاجه برضو عايزين نعرف فكره الأزمة منتصف العمر بالنسبه للسيدات. اكيد هم اكيد في رجاله بتعاني من ان في سيدات بالشكل مش عايز اقول تبرج، او عايز اقول ان بنشوف برضو في الشوارع ان ستات كبيره بتبقى عايزه حاسه بنفسها، عايزه ترجع ايام شبابها، يعني بشكل ملفت واحنا كشباب بنشوفه. طب ده فين؟ ما ليه الراجل بس هو هنتكلم دايما عليه اهو. منتهى؟ حاضر. بس هو الدكتور قال ان ده 80% ال 20%، وكنا هنتكلم عليه حالا. حاضر يا احمد، شكرا يا احمد، نورتنا. واحمد عرض نقطتين، اتكلم عن الاحتواء، ان بيقول لك ان المراه ما فيش من طرفها احتواء. بس انا عايز اقول حاجه جميله جدا، المراه عندما تحب او عندما تعشق بتخلي جوزها ملك في حياته، وممكن تخليه اسعد انسان في الدنيا. يعني انت اللي عليك خليها تحبك عشان طبعا تقدر تحتويك. انا هقول لستك حاجه حلوه قوي يا مهند، الراجل باسلوبه وبطريقته بمعاملته، الراجل ممكن من نظره يوصل الرساله اللي عايز يوصلها لمراته، وممكن مراته تفهم من نظرته هو عايز ايه. وفي راجل تاني ممكن يضرب ويهين ويعمل وما يقدرش يوصل الرساله. طب معانا تليفون تاني، منور. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا عايزه اشكركم وجزاكم الله خيرا، بصراحه قناه جميله وكلكم ما شاء الله عليكم وربنا يجزيكم عنا خير الجزاء. عايزه اسال الدكتور حاجه يعني سريعا، مش عايزه اطول عليكم عشان اكيد في ناس ورايا. اتفضلي. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي واحده متجوزه واحد بينهم 12 سنه فرق، هي بسبب الظروف والشغل والمحادثات بتحاول تتزن في وشها، بس هي حاسه انها مضغوطه. يعني استشارة الدكتور نفسي مديها دواء هي مقتنعه بيه نوعا ما، وهي بتغير بتسرق كل المواد. هل هو مش مفروض يتغير برضه معاها ولا ايه الوضع؟ هو الصوت بيقطع بس انا يعني سمعنا ووصلت يا منور، شكرا جزيلا ونورتينا. بص انا عايز اقول لك حاجه يا مهند، بالنسبه للفرق في الجواز عشان برضو ده بيعمل مشكله، بس الناس 16 سنه. هقول لك حاجه، الفرق في الجواز عشان الناس ما بتعملش مشكله. واحد مثلا اتجوز عنده 35 سنه وواحده عندها 20 سنه، خلاص، والاهل وافقوا وقال لك على اساس دي بنتنا ونسترها والقصه اللي انت عارفها دي. طب لما نيجي نفكر قدام بعد 5 6 سنين جواز، هو بيبدا يكون دخل في الاربعينات وهي لسه بتبقى صغيره، بتخش في الشباب، بيبدا بقى يعمل معاها مشاكل. ازاي؟ مشاكل نفسيه رهيبه واضطرابات نفسيه بطريقه ده، حتى في افلام مصريه اتعملت في هقولك الموضوع ازاي. ده يبقوا ماشيين مع بعض في الشارع، ممكن الناس تشوفهم يقول الناس يفتكروا ان هي ماشيه مع ابوها. ده بيسبب له ضرر نفسي، وبيطلع المشاكل دي عليها هي في البيت، بيبدا يخنق عليها، ما تخرجيش، ما تنزليش، ما تلبسيش، ما تروحيش حفله، ما تروحيش مناسبه، ما تروحيش لاهلك، لانه عارف، شايف ان مراته اصغر منه في السن، وشايف ان ابتدى ان هو من جواه عنده غيره نفسيه، لان فرق السن الكبير ده. والمشكله دي بتزيد اكتر لو ابتدى بقى يكبر في السن، او اصلع، او طلع له شعر ابيض، وابتدى بقى يكون بقى كبر عن سنه كمان اللي هو المفروض، فبيبدا بيبقى فيه غيره. وحتى كمان الانثى او المراه بتحس ان هي مش، ما فيش الجيل غير الجيل، يعني هي مثلا عشرينات وهو 30 او مثلا 35، يعني مثلا ده جيل وده جيل، ممكن يكون التفكير مختلف عن التفكير، ممكن ما يكونش فيه اشباع لكل المشاعر والعواطف. طيب يعني راي علم النفس ان احنا قدر المستطاع نقرب المسافات. طيب مشكلة. هي بتقول خلاص وصلت ان هي يعني اتجوزت حد كده وفي مشكله قائمه، ايه ما في مشكله قائمه، لازم يقعدوا مع بعض، لازم تتكلم، وهي لما تيجي تعرض وجهه نظرها، انا مش عايز يكون في عصبيه، يعني ما تقولش اصل جوزي ما يسمعنيش وبتزعق وبتشخط وبتعمل، لا، اقعدي بهدوء، اعرضي مره واثنين وثلاثه. ودايما لما تيجي تعرضي مشكلتك مع زوجك، مش تعرضي في الوقت اللي هو متعصب فيه، يعني شايفاه متعصب او متنرفز او راجع من الشغل وواقفه عايزه تتكلمي، لا، خليكي كده لما يكون مثلا هادي او الامور مستقره، وحاولي بقدر الامكان ان انت تعرضي وجهه نظرك، هتقدري توصلي الرساله يعني بسهوله. التواصل هو الحل. طيب نرجع كمان لسؤال احمد بقى، بيقول انت عمال تتكلموا على الرجاله، الرجاله كويسين وزي الفل، الستات برضو بيعملوا كده، ما هم ما احنا قلنا في نسبه، بس نسبه صغيره اللي هي بنسبه 20 او 25% ان الستات عندها برضو مرحله اللي هي ازمه منتصف العمر او المراهقه المتاخره. بس دايما انا كنت بقول حاجه حلوه، دايما الستات اصلا من طبعها ان هي كانثى هي بتميل الى الرقه، بتميل للجاذبيه، بتميل الى الكلام المعسول، بتميل الى المشاعر والحب الرومانسيه. الست بتعترف بالحب اكتر من الراجل شويه، ودايما عندها بتعشق
اكتر من الراجل شويه. حضرتك تقصد تقول ان ده بيبقى صحي من جانب المراه عنه في الراجل شويه ولا؟ هو بيتكلم على حكايه احمد برضو، عارف حاجه بيتكلم على حكايه التبرج وبتاع. طبعا التبرج كل اسره وكل انسان الله اعلم بنيته مع ربنا، وهو حر يرتدي ما يرتديه او يلبس ما يلبس. هو شايف ان علاقته مع ربنا جيده وان هو بيلتزم بالامور الدينيه، دي حاجه احنا ما لا دخل فيها للبشر، كل انسان حر يرى شكله فيما يرتدي. فهمت وجهه النظر؟ بتحصل ازمه، بس احنا دايما احنا بنميل للراجل شويه لان الازمه بتاعته بيكون فيها ضربات كتير وممكن توصل بقى لمشاكل اسريه وانه يتجوز، لكن الست كده كده ما لا. معانا تليفون، ناخد تليفون ونكمل. مريم السلام عليكم. الو اتفضلي. اتفضلي يا مريم سامعينك. انا كنت بتكلم على ان وسائل الاعلام دلوقتي بدات ان هي تصور الراجل في سن المراهقه يعني بصوره سيئه، يعني انا هم بيعرضوا دايما الصوره السيئه، طب احنا عايزين الصوره الايجابيه، يعني مثلا هل احنا ممكن نحتوي الرجل في سن المراهقه، ولا دايما احنا شايفين ان هو بيتجوز واحده اصغر منه بيمشي واحده اصغر منه وده حاجه وحشه؟ اه طبعا. يعني ايه وسائل الاعلام تعمله يعني؟ شكرا يا مريم. اه طبعا احنا مش بنعرض، مش بنقول ان الراجل في مرحله المراهقه وحش والراجل حاجه وحشه، انا راجل وانت راجل. لا احنا بنقول بننبه الست ان الست انت طول عمرك عايش عشان تحتوي جوزك، لازم يكون في احتواء منك، لازم يكون يعني ما يكونش في اهمال، او لو انت خلفتي اعتبري ان جوزك طفل من اطفالك. بالظبط. ما تتغيريش في نفس المعامله، ما تتغيريش في الموده، في الرحمه، في الكلام الطيب، في توفير السعاده. الست لازم تكون بالنسبه لجوزها مصدر سعاده وبسمه، ان الراجل يحب ان هو يشوف مراته في ابهى صوره. وبعدين كمان التعامل بقى في المرحله دي على انه فعلا في سن مراهقه. لا يعني عادي مفيش مشكله، شايف ان هو عايز يلبس، ان هو عايز يصغر عن سنه، مفيش مشكله. ما هو كل لما يكون الراجل عنده استقرار نفسي هيوفر لكم الاستقرار الاسري. بالظبط، اهم حاجه ان انت تحافظي ان هو ما يطلعش كده. يعني خلي بالك منه وتكونوا مع بعض كويسين، وتحل مشاكلكم في وقت ما انتوا الدماغ ماشيه مع الدماغ، يعني ما تجيش تحلوها في وقت العصبيه. ويا ريت ان انتوا لما تيجي تتعاملوا لازم طرف، يعني مثلا طرف يشد وطرف يسترخي شويه، مفيش مشكله، مش عيب، لان العلاقه الزوجيه مشاركه وحوار وتبادل. طب بالنسبه للست بقى، يعني الراجل لما بيلاقي نفسه مثلا وصل للسن ده يقول لك ممكن اتجوز، وساعتها حتى الشرع معاه في الحته دي، لو هو مراته يعني قصرت ونحط تحتيها يعني كذا خط، ان هو ممكن الراجل برضو يعني الشرع يسمح له ان هو ممكن يتجوز. طب الست هتروح فين؟ الست في مرحله المراهقه المتاخره طبعا هي مش هتقدر تتجوز. تمام. او يعني في الغالب نسبه كبيره مش هتقدر ترتكب بعض التصرفات الخاطئه او تنحرف عن الخط المستقيم. بس هي بتبدا بقى تلح وتطلب من جوزها. تبدا تلح، انا مش حاسه بالحب، احنا عايزين نرجع الحب زي زمان، انت مش مهتم بيا، انت مش واخد بالك مني. حاجات كتير قوي صغيره بتفرق مع الست بطريقه، يعني ممكن لابسه مثلا حاجه لبس جديد ولا حاجه محتاجه تدعيم، ده ايه اللبس ده كويس عليك النهارده، ده كله محتاج، ده كله بيخلي النفسيه بتاعتها كويسه. ما هي بتلبس عشان خاطر مين في الاول؟ وفي الاول بتلبس عشان خاطر جوزها، او بتحاول ان هي تكون جميله خلقيا وشكلا ومظهر عشان خاطر جوزها، فبتحاول بتميل ان هي الاهتمام بقى من الراجل بقى في الفتره دي، الاهتمام. يعني دور الراجل بقى هنا ان هو لازم برضه يحتوي عشان الناس ما تفتكرش ان الست بس اللي هتحتوي. اي اسره بتسمعنا عندهم في الفتره دي فوق ال40، الراجل فوق ال40 او الست فوق ال40 ووصلت مرحله مراهقه متاخره، اكيد هيبدا جوزها، لو في ناس بتسمعنا كتير جوزها هيبدا يسمع، انت ما بتهتمش بيا، انت ما عدتش بتقول لي كلام حلو، انت ما عدتش بتفسحني، انت ما عدتش بتخرجني، انت ما عدتش بتحبني زي الاول، الكلمه المعروفه، انت ما عدتش بتحبني زي الاول، انت في حد في حياتك، انت انا دفنت شبابي معاك، انا دفنت شبابي معاك. الكلام ده بنسمعه، ده هي بتبدا تعبر ببعض الحاجات دي. فطبعا محتاجه برضو، احنا اتفقنا ان الاثنين محتاجين ان هم يسندوا بعض، لو حد وقع والتاني وقع جنبه يبقى العلاقه باظت، لازم الاثنين يسندوا بعض، لان دي كفه ميزان، لازم يكون في تساوي في الاهتمام، وتساوي في الموده، وتساوي في كل حاجه جميله. ودايما الست دايما احنا كنا بنقول ان الست دايما بتحتاج ان هي تسمع كلام حلو، بتحتاج ان هي يكون فيها اهتمام، لان الست كالطفله الصغيره فبتحتاج ان هي تسمع الكلام ده، بيأثر معاها جدا. يعني ممكن انت تقول لها كلمه حلوه اكثر بكثير قيمه عندها عاطفيا ونفسيا من هديه غاليه. طب نكلم ابائنا بقى والناس الكبار اللي هم على راسنا من فوق، بعد ما بيوصلوا لسن معين، مثلا الراجل طلع على المعاش
والست برضو ممكن تكون كانت بتشتغل وطلعت على المعاش، يعني وصلوا لمرحلة معينة اللي هو قاعدين في البيت طول النهار وشهم في وش بعض، المرحلة دي تبقى صعبة شوية. حضرتك لو تديهم روشتة كده يتعاملوا ازاي، يحلوا الحياة في المرحلة دي ازاي؟ والله بص، هما بيكونوا وسط المرحلة بقى ايه اللي هو بينهم احترام بينهم كاريزما حلوة كده في التعامل بالبصة بالنظرة. هم يا مهند بيوصلوا لمرحلة ان هم فعلا يتكيفوا مع بعض، بقى لهم عمر 30 40 سنة عايشين مع بعض او متجوزين، خلاص ممكن بيخافوا على بعض، بيحترموا مشاعر بعض جدا، بيكون مفيش اهانات او مفيش شتايم او مفيش حاجة زي دي، بيفهموا بعض من نظرة معينة. وحتى كمان عايز اقول لك حاجة، طلباتهم من بعض ما بتبقاش كتير. طب يحلوا الحياة في المرحلة دي ازاي؟ يعني يخلوها حلوة ازاي؟ ما هو بقى الحياة بتحلى ازاي؟ بيشوفوا ولادهم اتجوزوا، احفادهم حواليهم، الراجل يجيب الجرنان الصبح، ياكل اكل حلو، ما دي تحلية الحياة. او مثلا ان هم مثلا منزل ياخدها يتمشى شوية. بس اهم حاجة بتعجبني في الفترة دي بقى، المرحلة اللي هي فوق الستين دي، الاحترام المتبادل، بيكون في احترام بطريقة جميلة، اللي هم الاتنين وصلوا مع بعض، اللي هم بيشاهدوا ولادهم الثمرة اللي هم زرعوها وبيبدأوا يحصدوها لما بيكبروا، فبيكونوا حاسوا ان هم عملوا انجاز حلو وحققوا هدف طول حياتهم، وصلوا لبر الامان بولادهم وبقى بمشاركة الأسرة والأحفاد، فبيكون حياة لذيذة جميلة يعني. أشكرك يا دكتور ونورتنا أنا اللي النهاردة، سعيد بوجودي معاك النهاردة، وبشكرك إن إحنا اتكلمنا في الموضوع الجميل ده. ربنا يخليك يا دكتور. أنا ربنا يعني يخليك. بشكر حضرتك والحمد لله أفدتنا، ويا جماعة هي الموضوع إن شاء الله مش أزمة ولا حاجة، بإذن الله تعدي بالتفاهم. وعايز أكد كمان على حاجة كمان، اللي هي الرضا بكل مرحلة في حياتنا. إحنا ربنا عز وجل خلقنا في مراحل وأطوار لازم كلنا هنعدي بيها، لو انت ما كنتش عندك رضا عن المرحلة دي هنتكلم في حلقة عن الموضوع الرضا. هيبقى صعب شوية، والدكتور هو بيوعدنا ان شاء الله هنتكلم في حلقة حلقة عن عن الرضا. الرضا وازاي كل واحد فينا يوصل للرضا. وبفكركم وبقول لكم تاني ان شاء الله معانا، بإذن الله ان شاء الله معانا كلام الناس بيقدم وبيأخر وبيأثر وبيغير. اشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوه كلام الناس حكايات، دايما بتعلمنا حاجات، كل حكاية فيهم تجمعنا، نطلع منها بحكمة ومعنى، ونفيد العقل اللي سمعنا، وندور على الخير بالذات. ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين، ناس بيفيدوا الدنيا بحالها ومش باينين، ناس بتضحي بكل حياتها لناس تانيين. جوا حياة الناس أسرار، ألف طريق واحنا بنختار، جوا كلام الناس في رحلة بقالنا سنين.